في إطار الفعاليات المقامة بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية والوقاية من سرطان الثدي، أحدثت جمعية سوريا اليمامة بالتعاون مع مديرية الصحة في الحسكة عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في المركز الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة. لقد تم افتتاح عيادة ضمن المركز الطبي المحدث، عيادة نسائية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم تأمين كافة الكادر من أطباء وقابلات، وبالتعاون مع جمعية اليمامة يوجد نسبة جيدة من المراجعين إلى المركز. يتم فحص الثدي والحالات المشتبه بها يتم تحويلها إلى مركز أشعة هو الماموغرافي. نحن من ضمن الحملة الوطنية للكشف المبكر لسرطان الثدي حبينا نشارك بها الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة وبدعم من متحدة للسكان. أقمنا عيادة بالمشفى المحدث باللؤلؤة، بلشنا نستقبل الحالات للتوعية وبالإضافة للفحص السريري ضمن المركز هون. طبعا المراجعة تيجي علينا على المركز، قام نعملها فحص ذاتي للفحص للثدي، فحص سريري للثدي، ونطمنها طبعا ونعطيها تعليمات ونوعيها منشان الفحص المبكر أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ونعطيها تعليمات شلون إنه تعمل فحص ذاتي بالبيت. العيادة تستقبل جميع النساء وتتم عمليات الكشف عن المرض سريرياً وأعطاء التعليمات الخاصة بكيفية الفحص الذاتي للثدي والكشف عن أي كتلة ورمية وتقديم الفحوص الشعاعية الماموغراف والعمليات الجراحية بشكل مجاني. جينا وأنا ورفقاتي نطمن على حالنا ونعمل الفحص المبكر لسرطان الثدي عشان الواحد يطمن عن حاله عن الأمراض، يعني هنا منطقتنا وبلدنا أحسن يعني من غير مكان. والله احنا سمعنا بالحملة وقلنا نجي نطمن، يعني أنصح كل امرأة مهما كان سنها مهما كان عمرها أنه تجي تسوي هالفحص بس مشان الاطمئنان مو أكثر، يعني بس أنه مشان تطمئن على حالها نفسها. ننصح كل مرأة أنه تجي على المركز تعمل فحص هين مشان تطمن أول شيء على حالي. تهدف الحملة الوطنية ضد سرطان الثدي إلى نشر التوعية والوقاية من هذا المرض وجعل سوريا خالية منه من خلال الكشف المبكر عنه عبر التوجه إلى المراكز المتخصصة في جميع المحافظات السورية وتقديم جميع الفحوصات والعلاج الكامل وبشكل مجاني.